نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين نسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح. حلية الصالحين وزينة المتقين أجزاء هذه الحلية وهذه الزينة هذه الأمور أو بتعبير آخر مصاديق هذه الحلية وهذه الزينة هذه الأمور. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مقام العصمة يطلب هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى، ونحن باعتبار أنهم أسوة وقدوة لنا كل في مقامه يطلب هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور تشكل حلية الصالحين. الله دعا إلى الصلاح ودعا إلى التقوى في القرآن الكريم مكررا، وبعد هذا العالم كل واحد منا يسأل عن صلاحه وعن تقواه. هذه الأمور هي مقومات الصلاح والتقوى، هي مصاديق الصلاح والتقوى. الصلاح يعني هذه الأمور، التقوى تعني هذه الأمور، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام وحسن السيرة وسكون الريح. سيرة يعني الأسلوب، أسلوب الإنسان المتقي حسن، أسلوب الإنسان الصالح هذا الأسلوب أسلوب حسن. نطلب من الله تعالى أن يهب لنا حلية الصالحين وزينة المتقين. من مصادقه حسن السيرة، حسن الأسلوب.
الإنسان في الحياة جوانب عديدة بالعشرات عنده، فد واحد أسلوبه أسلوب حسن، ترتيبه ترتيب حسن، تعامله تعامل حسن في كل هذه العشرات من المجالات. فد واحد تشوفه لا، حسن السيرة ما عنده، هسه إما في كل مجالات الحياة ما عنده حسن السيرة، أو في بعض مجالات الحياة ما عنده حسن السيرة، هذا ما عنده حسن السيرة. أكو حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جدا رفيع وكل أحاديثهم رفيعة: حسن السيرة عنوان حسن السريرة. سيرة يعني أسلوب، سريرة يعني سر داخل المخ، النفس، الروح، العواطف، الشهوات، هاي اللي لا ترى بأنفسها، لا تشم بأنفسها، لا تلمس بأنفسها، إنما يرى الإنسان آثارها. حسن السيرة عنوان، عنوان يعني مظهر. من أين يأتي حسن السيرة؟ من حسن السريرة. إذا الباطن حسن، إذا النفس نفس حسنة، السيرة تكون حسن، الأسلوب يكون حسن. حسن السيرة مظاهره، مظاهر هذا الحسن، أو بالأحرى مظاهر هذه السيرة وين؟ من مظاهر السيرة لعيون نظر الإنسان، ينظر شزرا، ينظر بتحقير، ينظر بتكبر، هذه أمور تحس يعني يلمسها الإنسان بحواسه، أم ينظر نظرة تواضع، نظرة رحمة، نظرة رأفة. في بعض الأحاديث أكون من ملأ عينيه، ملأ عينيه يعني شنو؟ يعني ينظر نظرة غضب، نظرة عنف. هذا إذا في الداخل في الباطن أكو هاي السريرة حسنة، النظرة ما تصير هالشكل. العين من مظاهر السيرة، اللسان من مظاهر السيرة. الإنسان إذا داخله جيد ما يظهر على لسانه شيء غير جيد، شيء ردي. اليد مظهر للسريرة، التعامل مظهر للسريرة. كل واحد منا في كل 24 ساعة، في كل ليل ونهار، بالعشرات في كل يوم، بالعشرات عندنا تعامل مع الله، مع الناس، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، مع الأعداء، مع الحيوان، مع الجماد، عندنا بالعشرات تعامل. أسلوب هذا التعامل مع الله شلون هذا الأسلوب؟ مع الزوجة شلون هذا الأسلوب؟ المرأة مع الزوج شلون أسلوبها؟ مع الأولاد شلون؟ الأولاد مع آباء شلون أسلوبهم؟ المعلم مع التلاميذ شلون؟ تلاميذ مع المعلمين شلون؟ مع المدرسين؟ البائع مع المشتري شلون؟ مشتري مع البائع شلون؟
طالب الحاجة مع من يطلب منه الحاجة شلون؟ الشخص اللي يطلب منه الحاجة مع المحتاج شلون؟ عفوياً من دون توجه والتفات للخصوصيات. الإنسان في كل يوم عشرات تعامل عنده، هاي معنى السيرة. السيرة هاي الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي، من حلية الصالحين وزينة المتقين حسن السيرة، أعطني. طبعا هو في مقام العصمة. نحن أيضا بلا دعاء ما نحصل، لازم ندعو بجد، مثل الإنسان اللي والعياذ بالله عنده مريض خطير، هذا شلون بكله يدعو؟ هذه الأمور أكثر بحاجة إلى أن الإنسان يدعو بكله. هذا حسن السيرة. وسكون الريح، هذا هم من حلية الصالحين وزينة المتقين. سكون يعني الثبوت مقابل الحركة. ما يقولون الحركة والسكون تقابل بينهما. الريح شنو في هذه الجملة؟ وسكون الريح. الأعاظم، العلماء، الأدباء أكثر من الكلام. أنتم أهل العلم، أهل الفاضل، أهل الوعظ، تراجعون مرحوم سيد علي خان ذكر فالتفصيل هنا غيره ذكر الذين تعرضوا لهذه الجملة. هذا بحث علمي اختصاصي، بحث لطيف ومفصل اللي أنا أستفيد من هذه الجملة بعد جملة، بعد كلمة وحسن السيرة، أنه سكون الريح. سكون يعني ثبوت، الريح يعني شخصية، يعني مقام الإنسان. القرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني شخصيتكم تروح، قوتكم تروح. إذا أنتوا شفتوا فد أب مع ابن يتنازعون، شخصيتهم تقل في نظركم، النزاع يضعف شخصية الإنسان، نفس النزاع يضعف، بالإضافة مو يضاعفها، يضعف يعني يقلل. بالإضافة إلى أنه في النزاع الإنسان تبدر منه كلمات مو مناسبة إليه، أو مواقف مو مناسبة إليه، فتزيده ضعفا. سكون الريح يعني إلهي أن تكون عندي حالة، يعني هذه من صفات من حلية المتقين وحلية الصالحين وزينة المتقين. إلهي تكون عندي حالة حتى مو يوم هنا ويوم هنا يميلون مع كل ريح، يوم مع هذا يوم مع هذا. التاريخ مليء بهذه الأمور، وأنا وأنتم مع احترامي لكم جميعا معرضون لهذه الأمور. الإنسان قد يحس بضعف مالي، فلوس ما عنده، يحتاج فلوس، اليوم يمدح هذا للفلوس، باكر يمدح ذاك للفلوس.
أو شخصيته ضعيفة، هو ما يرى لنفسه شخصية، لازم يستند. اليوم مع هذا، باكر مع هذا، ما يخص ياه الحق ياه الباطل. هذا السكون، الريح ما عنده، شخصيته مو شخصية ثابتة، متأرجحة، متزلزلة. فد اسم أكو بالتاريخ معروف، شبث ابن ربعي، هذا والعديد من أمثاله، تاريخهم تاريخ غريب غريب. هذا فت فترة، بعض المؤرخين ذكروا أنه 5 مرات صعد ونزل، تغير في حياته. أما اللي أنا رأيت في التاريخ أكثر من 5 و6 و7. هذا شبث ابن ربعي رجل عنده علم، من أصحاب أمير المؤمنين، وربما الإنسان البسيط السطحي النظرة يعتبره من المقربين عند أمير المؤمنين. والأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يعملون بواقع علمهم عن مستقبل الأشخاص، كانوا مأمورين بالظاهر ليتم الامتحان. هذا كان مع أمير المؤمنين، ورجل بالنسبة عالم، عالم بالأحكام، عالم بالأحاديث، رجل ذكي في نفس الوقت، يعني الذكاء الدنيوي، الذكاء المادي عنده. هذا أحد الرسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حرب صفين إلى معاوية، ومعه صعصعة ابن صوحان، صعصعة ثبت، وشبث تغير. صعصعة كان عنده سكون الريح، شبث ما عنده شخصية ثابتة. لما سد معاوية الماء على أصحاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بعث جماعة، واحد منهم هذا شبث ابن ربعي، شبث ابن ربعي وصعصع ابن صوحان وكم واحد آخر، بعثهم إلى معاوية. في الكلام منطق كان، في الفهم الدنيوي نسبة لا بأس به كان. هذا اللي أمير المؤمنين صلوات الله عليه من خلال الألوف من أصحابه يبعثه ويبعثهم إلى ماكر شيطان إبليس كمعاوية، يعرف يحكي، يفهم الكلام، يفهم الأخذ والرد. هذول اجوا، واحد منهم هذا شبث ابن ربعي، اول باللين حكى ويا معاويه، ما فاد، عنف مع معاويه ما فاد، صعد نزل، يعرف شلون يحكي. ولكن بعد ذلك صار جنبا الى جنب مع معاويه، هو هذا شبث ابن ربعي. بعد معاوية صار ضد يزيد شبث ابن ربعي، ومن الأشخاص الذين كتبوا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يا ابن رسول الله أنت إمامنا مو يزيد، تعال نحن معك. والإمام الحسين صلوات الله عليه كما في الأحاديث وفي التواريخ، في يوم عاشوراء جاب اسمه، أحد الأشخاص اللي جاب اسمهم هذا الرجل، مو أنتوا اللي كتبتوا لي يا شبث ابن ربعي، يا فلان يا فلان. شاف لا، الهوى من هالصوب يميلون مع كل ريح،
وسكون الريح، هذا ما يميل ثابت، هذا ما كان عنده. وشبث بن ربعي أحد المشتركين في ذبح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعض المعرخين يقولون هو القاتل، هو الذابح للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. المعروف أنه شمر ابن الجوشن لعنة الله عليهم جميعا. وهكذا. وبعدين رجع هذا الذي يعرف الإمام الحسين ويعرف أمير المؤمنين، رجع عن كربلاء، اجى الى الكوفة. المساجد الملعونة، واحد من لشبث بن ربعي، احد المساجد التي بنيت في الكوفة استبشارا تبركا بقتل الحسين عليه السلام، مسجد شبث بن ربعي. عالم بس ما عنده سكون الريح، عالم بس عالم فاسد والعياذ بالله. صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، العلماء والأمراء. هذول اللي جاءوا إلى قتل الحسين عليه الصلاة والسلام كثير منهم جهال، سمقصرون أو قاصرون. هذول بمن اغتروا بأمثال شبث بن ربعي. أمثال شبث بن ربعي مو عليه وزره، عليه وزره ووزر مجموعة ممن اتبعوا. يقول هذا مع شيبته، مع كبره، مع صحابته، مع علمه، لابد يدري شيء. هسه المقصر يعتذر بهذا الكلام، والقاصر لا يغتر. إلهي أعطني سكون الريح، أكون ثابت، مو يوم هالشكل يوم هالشكل. أبو هريرة من أصحاب رسول الله، يعلم الله في هذا الزمان في كل لحظة كم ألف مرة اسم أبي هريرة في الإذاعات، في التلفزيونات، في الإنترنت، في الجرائد، في المجلات، شكد أكو. الكلام الذي نقله عنها أصدقاء أبي هريرة وأعداؤه، هذه الجملة المعروفة: الصلاة خلف علي أتم، واللقمة مع معاوية أبسم، والوقوف على التل أسلم. هذا عند السكون ريح، هذا متأرجح. في صفين وقت الصلاة يجي يصلي خلف أمير المؤمنين، وقت الغداء والعشاء والريوق يروح مع معاوية، من تقوم الحرب يروح يوقف على التل يتفرج يباوه. ومن أصحاب رسول الله سكون الريح، هذا مطلب مهم جدا. أكو في الحديث فتح حديث غريب ومهم في نفس الوقت: من مدح وذم كذب مرتين. هذا شبث بن ربعي يوم اللي يمدح أمير المؤمنين ويوم اللي يذم أمير المؤمنين، مو فقط يذم، يقتل، يشترك في قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ابن أمير المؤمنين. هذا هم ذاك اليوم يكذب، هم هذا اليوم يكذب، كذب مرتين. هذا الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد، مو مخالفة الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني هاي قولتهم إنك لرسول الله هذا كذب، هذا كذب. شنو النبي مو رسول؟ ليش سلفا الله سبحانه وتعالى ذكر والله يعلم إنك لرسوله، الله يدري أنت نبي، بس ذولا يكذبون. كذبون يعني شنو؟ يعني لسانهم يقول مو معتقدين. شبث بن ربعي يومهم راح إلى معاوية ويمدح أمير المؤمنين ويدافع عن أمير المؤمنين، حتى في مرحلة القتل والقتال يدافع عن أمير المؤمنين، ذاك اليوم هم كان يكذب. سكون الريح مسألة جدا مهمة، هذا التعامل بعد، هذا سكون الريح. الإمام عليه الصلاة والسلام يقبح في بعض الأحاديث، يقول هذا شلون وضع مضمون الحديث الأفراد اللي هالشكل الإمام يخاطبهم، يقول هذا شلون وضع بالليل تعانق زوجتك وبالنهار تضربها، هذا معناه ما عنده سكون الريح. بالليل صارت زينة بالنهار مو زينة، كل هالمناطق كل هالمجالات مسألة حسن السيرة، مسألة سكون الريح. سكون الريح مع حسن السيرة الإمام عليه السلام جاي، الإنسان يتصدى، جدير به أن يتصدى لحسن نفسه حتى السيرة تكون حسنة. القنينة فيها عطر والقنينة الأخرى فيها رائحة مو طيبة، هاي القنينة مسدودة وهاي القنينة مسدودة، من تفتحون هذه القنينة اللي بيها عطر طبيعي ريحها طيبة تطلع منها، في داخل هذه القنينة عطر طبيعي ريحة طيبة في داخل تلك القنينة ريحة نتنة، من تفتحوها تظهر الريحة النتنة، من مسدودة مو معلوم. الإنسان من ما بايع وما مشتري هاي السريرة مو ظاهرة، من باع واشترى السريرة تظهر، تصير سيرة حسنة يو سيئة. الإنسان ما متزوج بعد شباب، هذول اللي ما متزوجين مو معلوم أسلوبهم شلون سيرتهم شلون، لأن مضمومة بعدها بالسريرة، من تزوج تصير سيرة. الإنسان اللي ما عنده أولاد بعده سيرته مع أولاده حسنة يوم وحسنة مو ظاهرة مو مبينة، سريرة هاي. حسن السيرة عنوان حسن السريرة، إذا هذه السريرة حسنة تظهر تصير سيرة. الإنسان اللي ما عنده فلوس ماذا يكون تعامله بالمال بالفلوس؟ شو يسوي الفلوس؟ هاي سريرة بعدها مو سيرة، من صارت عنده فلوس تصير سيرة. الرجل كان يكرر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ليت أنا كان عندي فلوس يا رسول الله، ما أخليك الشكل، إيدك خالية، هل قد مشاريع عندك، هل قد خدمات عندك، كنت أنا أعينك، القصة المعروفة. هل قد قال لاح الجنة والنار هم نتيجة ظهور هذه السريرة.
جبرائيل نزل على رسول الله كما في الحديث الشريف، قال يا رسول الله قرض دينا طديان درهمين ذاك اليوم 10 دراهم، يعني المتعارف 10 دراهم ثمن خروف كان. شوفوا نسبة أشياء، رسول الله من أنطى درهمين دين، هذا راح اشترى فتشي بدرهمين باع ب4 دراهم، اشترى ب4 دراهم باع ب8 دراهم، اشترى ب8 باع ب16، اشترى ب16 باع بكذا، اشترى اشترى. شوية شوية صارت إلى مزارع وبيوت ودواب وأنعام وأغنام أبقار إبل ونعمة وفلوس. هذا 24 ساعة كان في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوية شوية صار أقل 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 أقل، ثقل كاهلة، عنده شغل، عنده فلوس، عنده نعمة، صناع، روح جيب تعال. إنه قام يوم يجي ويوم ما يجي، بعدين يوم يجي ويومين ما يجي، 3 أيام ما يجي ويوم يجي، أسبوع ما يجي ويوم يجي، بعد ما انشغل ولا درهم واحد أعطى لرسول الله، درهم واحد ما أنطل. صارت إلى الألوف وعشرات الألوف، لعله مئات الألوف. نزلت آية الزكاة، رسول الله صلى الله عليه وآله بعث مجموعة، قال روحوا على ذول اللي عندهم زكاة وخذوا منهم، أي واحد تعلل أو ما ينطي اتركوه لا تلحون عليه. اجوا على هذا، هذا ضاج، قال هسه شوية كم فلس صارت عندي، هسه النبي طمع في مالي، راحوا عنه. قال لهم تعالوا، قالوا لا. اجوا اللي يجمعون الصدقات، ذكروا القضايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة قصة هذا الرجل. جبرائيل نزل قال يا رسول الله الدرهمين اللي قرضتهما له أخذهم منه. رسول الله بعث عليه اللي قرضناك درهمين هسه عندك انطينا، قال يا رسول الله أكثر أنت، قال لا بس درهمين عندي. رسول الله أخذ منه الدرهمين، يوم على يوم خسارة ونكسة ونكسة ونكسة، سيلة إجا مدري حريق صار شنو صار، رجع إلى محله الأول بعده مدري 4 سنوات 5 سنوات 2 سنين شقد أقل أكثر. كلنا مع احترامي لكم معرضين لهذا الأمر، واحد بالفلوس، واحد بالعلم، واحد بالكرامة، واحد بالأولاد والذرية، واحد بالمقام والمنصب والكرسي، واحد بالاحترام، واحد كل واحد. هاي السريرة تظهر تصير سيرة. هذا ربما كان يتصور أنه صادق مع نفسه، هذا الرجل يوم اللي كان يلح على رسول الله يقول له الله ينطيني كان كل ثروتي خليته بيدك يا رسول الله، أما من هاي السريرة سريرة مو حسنة. أحيانا مع احترامكم أنا وأنتم هم لا نعلم سريرتنا، دليلها شنو؟ نصمم على شيء في وقته ما نقدر نطبق، شقد بالمية نمشي على تصميمنا ونطبق تصميمنا؟ نصمم الليل من نمنا الليلة صارت عنا حالة في مجلس موعظة أو أحاديث قريناها في الكتاب صارت لنا حالة جيدة، قلنا هالليلة أكيد نقوم نصلي صلاة الليل، ويخلي الساعة ويقوم يشوف نعسان بعدها مينا. هو كان يتصور من قعد على جرس الساعة يقوم ويصلي صلاة الليل، هاي السريرة هو كان يتصور السريرة تنقلب إلى حسن السيرة، بعدين شاف لا، يصمم ينطي فلوس للمشروع الكذائي، يوم يومين يمر
يبطل يصمم أن يخسر. فد واحد كان توفي رحمة الله عليه، كان يقول أنا أكثر من مرة صممت، كان عنده فد خلق خاص، عزمت على أنه أتركه. كنت أطلع من البيت ما تمر علي دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، إلا الحالة الأولية تعود علي، ما أقدر. هذا مو ما يقدر، صعب علي، مو أنه ما يقدر، سيقدر. إذا الإنسان ما يقدر، الله سبحانه وتعالى لا يعطي الثواب والعقاب. المقدس الأردبيلي 300 قريب 400 سنة، المقدس الأردبيلي متوفى شوية أكثر شوية أقل. منو من عندنا اللي نسب مكتوب ما عنده؟ اللي عنده نسب مكتوب هو هذا النسب المكتوب، غير حفظه هذا النسب إليه وصل إليه. منو من عندنا يعرف جده الذي كان يعيش قبل 400 سنة؟ يعني جده الثاني عشر، الثالث عشر، هالشكل. مقدس الأردبيلي احنا نعرفه لا جدنا لا يقربنا. ليش؟ حسن السريرة اللي انقلبت إلى حسن السيرة. هذا ذكروا في تاريخ مقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، كان في النجف الأشرف يوم كان زعيم الحوزة العلمية، يوم كان المقدس الأردبيلي مرجع. القصة مالت ذاك اليوم، مو مال يوم اللي هو طالب علم وما حد يعرفه، يوم اللي هو مرجع تقليد، إمام جماعة، زعيم للحوزة العلمية. ولكن أسلوب ملابسه أخف الملابس، أقلها قيمة. هذا يصير المقدس الأردبيلي، وهذا اللي يبقى دا يمر في صحن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو برا خارج الصحن. السيانة دقيق مو ببالي، واحد من الزوار شافه، شاف هندامه وملابسه، وكان يتصور مرجع تقليد لازم عمامته كذا وملابسه كذا وكذا. مرجع تقليد هذا في نفسه وعقله وروحه، لباله هذا فد واحد فقير مقدي. خاطبه قال أنا زائر لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، عندي ملابس وسخة، أريد واحد يغسلهن، ما أعرف لمن أقول، أنا ما أعرف منو أكو بالنجف، وين لازم أروح، أريد أنطق أنت تغسلهن. قال ما يخالف. هسه أنا وأمثالي اللي مو بهالمستويات، لو واحد بالشارع يقول لنا هذا الشيء شو نسوي؟ هذا حسن السريرة، هذا الحسن في الداخل يظهر في الخارج. يقول له ما يخالف، يأخذ منه الملابس كما ذكروا في التاريخ ويوديهن للبيت. هسه ما أدري ملابسه هو يغسلهن أو غير يغسلهن، هاي الملابس هو غسلهن كاتب بيده. هسه لو أنا وأمثالي ربما مكان المقدس الأردبيلي يقول لا أقل، هسه ما يخالف، وأنا مرجع تقليد بس عندي شغل، عندي دراسة، مسائل، حاجات الناس، لازم أجاوب على المسائل. ما يفكر هذا الشيء، ولذا يصير المقدس الأردبيلي هذا محقق الأردبيلي اللي يقولون تفتح له أقفال باب حرم أمير المؤمنين، من يريد يدخل يريد يدخل ما يمد إيده. هذا مو فقط حسن السريرة، لازم حسن السيرة هم تصير، لازم هذه السريرة تظهر. غسلهن الملابس وجابهن إليه. بعض في وقت أخذ الملابس من الزائر ما شاف أحد، في وقت رد الملابس بعض من يعرفون المقدس الأردبيلي شافوه قالوا للزائر
هذا تدري منو؟ هذا مو غسال ملابس، هذا مو كاسب، هذا مرجع تقليد. ايش اتعذر منه؟ يقولون المقدس الاردبيلي قال لا، مضمون كلام لك الفاضل عليه. بعض اصدقائي قالوا لي قال هذا زائر امير المؤمنين صلوات الله عليه، عمل مو زين اللي سويت. هذا حسن السريرة يظهر يصير حسن السيرة، وإلا حسن السيرة خب بالبلاش ما يجي. إذني مو أشياء بالفلوس تشترى، لو الإنسان مليار مليار ينطي ما يحصل حسن السيرة، هذا لازم هو يشتغل عليه، هو يشتغل على نفسه، هو يعمل على نفسه يوفق من حلية الصالحين وزينة المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن يوفقنا هم لحسن السيرة هم للسكون الريح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكان.